ده الموضوع البحث بتاعي يا وهبة. لبنى أنا هعرفك بشخصية غريبة جدا. ما في حاجة اسمها شخصية غريبة، كلها أنماط مكررة، في النهاية شحادين وحرامية. لا لا لا، دي مختلفة جدا، انتظري بس. دايما يا وهبة تصور لي الشخصيات علينا عبقرية، وفي النهاية اكتشف إنها نمطية وعادية. لا لا، دي شخصية مختلفة جدا، انتظري بس. بس هي ظهرت بيت حلال. انت قصدك دي؟ دي في النهاية محتالة وقتيطة وحرامية وشحادة. راغبية بس راغبية. راغب ليه؟ شنو عليك الله؟ رح نفطر. لا انا فطرت في البيت. فطورك بتاع السكري ده؟ رح اكل معي وجبة كده مظبوطة دسمة. ولا اقول لك اللي قال لي مزاج في الدجاجة، رايك شنو تاكل معي؟ مترفة، اتفضلي. دايما كده تقشف. نتقابل بعدين. ها زيتون. اتفضلي، طلبات بتجيك، اتفضلي. اطلع لينا برا. اطلع برا ليه؟ ما بطلع برا. اطلع لينا برا. فايز محمد علي؟ الا ما فايز محمد علي. اذا صالحه محمد احمد؟ لا ولا صالح. بس انا داير اقول لك عربيتك انت وقفتها هنا وفاتحه، ممكن يجي حرامي. الحته دي كلها نشالين وحراميه. احنا ما جيت بعربيه، جيت بالمواصلات. اطلع لينا برا. تطردني؟ تطردني ليه؟ انا ما عندي حق اخو زي كل الناس ذي. مالي ما عنده عيون؟ ما عنده اصابعين؟ مالي ما بجوع زيكم؟ بجيب لك البوليس اسي. انا بجيب لك البوليس. مليون جنيه وفيها حبوب. امشي ابلغ الشرطه. تبلغ شنو؟ انا بتصرف. اهدي يا لبنى، اهدي يا اخي. اهدى كيف يعني؟
سارقين الشنطه فيها 1,000,000 جنيه والبطاقه وحبوب امي والكاميرا والموبايل. انت صحفيه، دي ضريبه المهنه. ما عشان انا صحفيه وبعمل فيهم بحث وبساعد فيهم يسرقوني كده في النهار كده. السمحه ازاي؟ السمحه انا ما سمحه، انا قبيحه. عايزه مني شنو انت يا اخي؟ اطرحي وشك شويه عشان اخش عليك. شفتي وشي ده الليله؟ بلدوزر ما يطرح. قولي بسم الله. اقعد فيه بطن الواطن ما تزعلي. الزعل شيطان. عليك الله اختيني. بختاكي بختاكي يا بتطمي. بس عايزه السهله. الجوع سكين في كبد المسكين. انا قدامك دي ذات مسكينه مسروقه 1,000,000 جنيه. عليك الله امشي مدعكر مزاجي اكثر مما هو معكر. انت الفنجري مين ده؟ شايفاه وفارس حوبه ده مثال للتغشف. ده صحفي وعنده سكري وساكن بيت بالايجار. عليك الله اختيني. الايد في المويه ما زي القبضه الجمره. دموعكم مويه ما دموع حمراء يا بتل. عليك الله ابعد مني احسن. الشافة السكين ما زي الطاق طعن الطاق. يا اخي اقول لك حاجه، انت اصلا وجودك ما مرغوب فيه وعنصر سالب وانت زحمه لخلق الله بس ما اكثر. ما كل الناس ناس، في ناس ونص ناس وفي ناس ضيق واطا، لكن الواطا مجبور عليهم. يا اخي انت لزجة بشكل ابعد كده يا اخي. في شنو؟ القرش الفالح لليوم الكالح، كن وقع في الواطا ليه رنا. ابين قلع ولا حسنه؟ اها انا ما فيني حسنه. لا 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 لقمه ما تفقدي وغارك يا اخي، انت صحفيه. سمحة يا سمحة يا سمحة يا الرنة يا الرنة ها ها عليك اللي خلصني جيب 10 جنيه. رنة 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 يا سمحة يا سمحة يا سمحة. لزجة كمال. ازيك؟ مرحبا. مرحبا استاذ رنا، تفضل اقعد. اقعد وين؟ انا ما حاقعد ولا ارتاح ما لم تقوم قيامه اخر متشرد في البلد دي، وما حاقعد ولا ارتاح ما لم اشوف اخر متشرد حرامي مقبوض عليه. ده شنو ده؟ شنطتي؟ لقيتها وين؟ شنطتي والكاميرا والمليون والحبوب والبطاقة، لقيتوا الحاجات دي وين؟ مش الصحافة مرآة المجتمع؟ اي لكن بس وقبضنا على الحرام. السلام عليكم. اهو ده الحرام، شفت ده بالذات المفروض تودوا طوال الصحراء الكبرى، ده عذبني الله يعذبه. قبضنا على الحرام المتشرد. زيك يا لبنى. شنو؟ عارف اسمي كمان جاي وراي هنا؟ عينك قوية والله. اعرفك على زميلي. زميلي؟ زميلك المتشرد الحرامي. لا بجد؟ بس الموضوع ده يكون في غاية السرية. نحن من خلال الفاكس ده عايزين نقتحم مجتمع المتشردين، والموضوع ده يفيدك انت شخصيا في دراستك. انا شغال لكن بعرف الاقيك كيف. اوكي باي يا قريبك. جازريكا. شخصية غريبة فعلا، بس ما قدرت افك طلاسمها. الصحفي الشاطر
بيعرف يفك طلاسم اي قضيه. صدقني يا استاذ، حتى اسيما ما قدرت اعرفه. هحكي لك مشهد. ياخد لو سمحتي. لو سمحتي ياخد. ازاي؟ تفضل. انا ما بنقبل صدقه. انا ما بندور صدقه من ذوق. لا لا ما صدقه. انا جايبه لك مخصوص. تفضل. ما تخاف علي ولد امي. انا زي التمساح جوا المويه، ما تخاف علي. صلي على النبي. شيلي اصلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا محمد. انا اسمي عبد الوهاب. انت اسمك منو؟ انا رايح علي اسمي. انا ما بندور منك شيء. الله يستر عليك ولد امي. امسك. انا ما بندور منك شيء. لا لا شيليها. الله يستر عليك ولد امي. انا ما بندور. امسك امسك. انا ما بندور. استفيد من تجربة الفاكس. لبنى كلمتني عنه. الصحفي الناجح عشان يكتب في موضوع زي ده عن المشردين لازم يخش جواهم ويبقى واحد منهم. ده اللي انا بفكر فيه. وغررت كمان امشي اعيش وسط معسكرات النازحين. ده الطريق الصحيح. موفق يا وهب. الله يبارك فيك. ما تخافي ما تخافي يا لبنى. انا الفاكس. خلعتنا عديل كده. لو واحد عرف حكايتي او عرف انك انت مبارياني حيقتلوني. اثبت انك متشرد عديل كده. بعدين دخلت العربيه دي كيف؟ سر المهنه يا لبنى. لو شرحت لك بزيد غموض. اتحرك. اتحرك؟ اتحرك وين؟ انت امشي بس ما عندك مشكله. امشي امشي. خلاص جيت يا ريحتك سلس وبنزين. الله واحد تختاني. الدنيا ضيقة وأنا عيونك بار. شفت فيك كان صادف الأرض ما بخلي فيها حجار. بس ما تبقي كديسة وتحتبرني زي الفار. ده الزعيم أكبر راس في هيكل المتشردين. شكله كده عنده علاقة غرامية مع زنوبة. قلت لك الله واحد تختاني ولا هسه اشيل المويه دي وكبالك في راسك. كبي كبي المويه فوق الجهاز وزيد النار. دي قصه طويله محتاجه بحث. اسمعي نحاول نطلع من هنا لانه المكان ده مركز. مركز يعني بيتجمعوا هنا. انت فردة يعني شنو؟ فردة يعني صديق أو زميل. ودي لغة طبعاً خاصة بهم. وعندهم هيكل إداري من الزعيم لحد السواسيو. سواسيو؟ أيوة ديل التلاميذ الجدد. طيب وانت موقعك شنو الهيكل ده؟ أنا تلفون. شنو يعني تلفون؟ مدير الإعلام يعني بنقل المعلومات. عيني أنا بنزل انت تحرك طوال عشان ما تجيب للهواء. أوكي. شنو ده؟
انا ما فاهمه اي حاجه ولا اظن ذات افهم منهم شي. الناس دي سيبك منهم يا اخي. كلية تسالي 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 سيدي لاب سنو سر 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 مو سلا خريف ساقول ترتز سجع النابع سليها غروف يا سليها غروف يا أما أسمع هوا هوا أبيض فوق 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 يا هوا لكن امي ما اخذ ما في مشكله اكب عليكم لحد امك ما تجي كب علي انا جالك انا واحده سمع من انت يا فالح؟ حواء. ما شاء الله ما شاء الله. وامك اسمها منو؟ اسمها حواء. انت حواء وامك برضو حواء؟ امي ماتت في الحرب الله يرحمها. الله يرحمها. سوري. والمعاكم هنا منو؟ امي. اسمها منو؟ ما بعرفها. بنقول لها امي. ما بتعرفي امي؟ هي ما قالت لنا. بنسألها ما بتجاوب. بتجري؟ في سادس. وديل اخواني؟ لا ما اخواني، كل واحد امه براه، لكن اهلي ماتوا في الحرب. طيب الحرب ما وقفت، ما راجعين بلدكم؟ البلد وين؟ ما عارفه بلدكم وين؟ لا. حوا امي ده سيد الكارو، كبرينا مويه وراجع قروشه.
شكرا. كوبالينا كل يوم ان شاء الله، كل يوم بيجي كوبالينا بتشوفوا لنا الزباين. ها مع السلامة. مع السلامة. والله اتغمست لك الشخصية بتاعت بياعة السمسمية لما أنا ما عرفت نفسي. أنت عارف لدرجة ما في زول عرفني نهائيا. يعني عملتي بمبدأ اتعلم مهنة واتركها. شنو؟ أنت ناويين تفصلوني ولا شنو؟ كده ها وريني كتبت شنو؟ الموضوع هو طويل لكن بصراحة كده مشوق. الفاكس ده بالمناسبة بيجي متشرد جد جد، عشان ترجعه تاني محتاج إعادة تأهيل من أول وجديد. وهبة وين؟ وهبة بيجي يبيع الموية في حارة السجاين. بكرة العرض الأسبوعي هو عارف كده، والحد هسي ما رسل لي العمود بتاعه. التلفون جنبك. يا احمد في دمك. جيت الاول انت دايما قدام، فجيت البلام وضويت الظلام. قول يا سلام فجيت البلام وضويت الظلام. قول يا سلام. استغفر الله العظيم رضينا بحكمك، بس الصبر. سندورا ايه يا ولاد خان الثلاثة، انتوا تقوموا تخطوني اشوف ارزاقي ولا اسعى اقوم اكون فيكم الموية دي. كوتشي سندورا ايوه كده بس يا سمسمية، والله كده ما بزال يعرفني خالص. بلدي في جنانه تسالي سمسمية فولية حلو. كشف يا سايل الساج حسدي. بق يا بق للبقاقات يا وهمة ساج حسدك وغدا ودي. لا 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 الشغل له هواء. معكون قطعتوا نار، الخاين وصل؟ عارفة يا زنوبة
انت قمر. عارف القمر بيطلع من وين؟ من وين؟ امشي كده، انا ما سالتك. ريحتك سمسم وانت ما شام ريحتك الطاقه دي. القمر بيطلع من عين الشمال. يلا يا درف الكوشة. بلدتي بلدتي جنانه جنانه، محسنين يا ولدي، كان محتاج لها شيلة. الحمد لله مستورة. أكبلك موية؟ الزير مليان لكن تمه. أملي لك البرميل؟ ما تشوف القروش دي يا ولدي، ما حقتي. أنا همزة وصل. كب الموية كب. وقف علي العربية ده، شنو ده؟ ستة سمسمية راكبات عربات ورئيسين كبار ماشيين كداري. أنا علينا؟ نحن فوق النجوم غنينا وبنشعبط في الهواء وبندق فيه مسامير وبنقرأ جرايد إنجليزي وعربي. أقول لك I'm very dangerous take care. دخلت لك جحر ما عارفة جواه شنو. نحن صراصير وحرامية ودايسين الليل تحت كرعيننا ديل. يا بيت يا حلوة، ما تبقي سي السمسمية تاني. وقع عليك ولا اشرح لك؟ يا دقوصة ما تدقوسي تاني. ليه دقست يا اخي؟ ما كانت تدقسي. عمك! السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل. يا ابني لو عندك بين حوجة شيلي. كتر خيرك، ما محتاج والله. الله بيعرفك بيجهلك. أزلني قول لي جاي من وين؟ انت من وين؟ من وين دي؟ قاسية صعبة ما بتتوصف. هسه لو قلت لك انا معلم بتصدقني؟ شايف الجرايد جنبك عربي وانجليزي. هسه الكارو دي بتمشي كم ميل عشان تجيب المويه؟ يعني 6-7 ميل. نحن عايشين بالاعانات والاهانات. في زول بيتحمل الاهانة؟ ما بيتحملها. مرة والمرسل من خلاكم تضحوا وتجي تقعدوا هنا؟ الحرب. الحرب ما انتهت. قال لك منو انتهت؟ يعني لسه؟ انتهت لكن ما انتهت. انتهت في الورق لكن النار لسه تحت الرماد. الحرب خلاص ان شاء الله ترجعوا بلدكم. بتعرف الحرب؟ ايوه. وصفها لي. صواريخ ودبابات ورشاشات ورصاص يلمع. بس امال كيف؟ هسه لو جابوا فنان قال له ارسم المحيط، برسم المحيط ده كله ولا بيختصروا بس في لوحه؟ بيختصروا في لوحه عشان ما بيقدر يرسم المحيط كله. عشان كده الحرب ما بتتوصف. كده اقف على حيلك. كده اقف على حيلك. شيل العصاية دي. اعتبر كراحك دي ما في. يلا امشي.
امشي. ها امشي. دي نقطة الباء في كلمة الحرب. انت اسمك منو؟ عبد الوهاب. شكلك ده ما غريب علي. ابدا ما حصل شوفنا. انا استاذن امشي. ما بدري؟ لا في زباين دايرين مويه. السلام عليكم. معقول؟ سجى وصحفي؟ ابعدي عن المتشردين وما تمشي الجريده خالص والا الراس الصراصير. وبعدين يا بيت يحصل ليك اطلعي منها بعدها. صباح الخير يا حاج. عليكم السلام. صباح الخير يا استاذ. عليكم السلام. ها انا جبت المويه وجاهز. ناسك وين؟ دار تقول لي حاجه؟ عندك كلام دار تقوله؟ تعال. يعني كيف تخليتي عن البحث يا لبنى؟ ساكت بس كده ساي كيف يعني؟ ها؟ الله مزاج ما عايز اكمله. انت ناسي انك متعاقده معانا ولا نسيت العقد؟ اسمعي تركبي وتجيني هسه. اخر كلام عندي انا ما جاي. تعال انت لو عايز ولو سمحت ما تسالني ليه. حعالجك بالقرآن، حعالجك بالقرآن يا شيطان. عارف البيت ده جوا فيه شنو؟ لا ما عارف. الوزير عارف؟ الحكومة عارفة؟ لا ما أظن. تعال تعال شوف بنفسك. أستاذ يا صحفي يا كبير، في طبيب نفسي كلف نفسه بدراسة الأثر النفسي للحرب على الأطفال ديل؟ فيكم واحد بيعرف الشخص ده فقد سمعه ولا رجلينه الاثنين؟ الحي ده كله الفقد بقره الفقد أرضه وبعد ده كله الصحافة طالب بالرجوع لأنهم كتموا نفس المدينة. تعال معي. دي الدراسة ودي الهيكل الإداري. جمعت لك كل مفاتيح اللغة الخاصة بهم وحتى أماكن تواجدهم. العدد أكبر من الخيال. دي الناس عشان تتعامل فيهم دراسة ما نلبقدر على كده. لبنى أنت صحفية والصحفي جندي والجندي ما بخاف. بصراحة كده أنا خايفة بجد. الشرطة معانا. معليش دي عقدة ولو ما تحلت بحكمة حتنقطع. أنا مقدر موقفك يا لبنى. الاستغالة مرفعة مع الورق ده. سيبيهم عليه. معليش معليش يا أستاذ يا صحفي، إذا كنت أنت متخفي في شخصية سجة. صدقني أنا عملت كده عشان أعيش التجربة بس، وكمان عشان أكتب بصدق. أو إذا كنت مباحث وجاي تتجسس علينا، فالحرب نحن ما يتخذ لغرار إعلانة ولا قرار وقفها. الحرب ما بيعرفها الا الزول الضايقه. الحرب يا استاذ وهبه شيطان، شيطان له ملايين الصور والاشكال. معليش
ناقشنا حسب فهمنا للموضوع. إذا متابعة الإنسانة دي إنسانة مستحيلة، دي قضية، دي خلاصة 50 سنة، 50 سنة دمار وغبن. هات أكبر شاعر خليه يكتب في فجعة المرة دي في فلزات أكبادة، في 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 راجلة المات تحت مجنزرة، عن جدها المؤذن اللي استشهد وهو بيرفع النداء حي على الصلاة، عنه 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 عن عن شقاوتها وهي بتدخل المدينة، مدينتكم بتدخل عشان تقالي عشان تأكل دين، بتجمع من أيادي المحسنين عشان ما تأكل آلاف المنسيين هنا في المخيمات. عن يا تو أسر نفسي بتتكلم يا أستاذ وهبة، عن يا تو عودة طوعية ولا جبرية؟ أنا معلم، وريني يا تو مدرسة في مدينتكم الفاضلة إنها ممكن تقبل لها نازح معوق. يا ابني، من لم يعش التجربة لا يستطيع تحديد أبعاد الحقيقية. أستاذ وهبة، خلصت من المغرب؟ أيوة. بس ده دورك فاضي. مش موضوعنا الأثر النفسي للحرب والعودة الطوعية. بس ده دورك فاضي. أرجوك يا أستاذ اسمعني وما تقاطعني. ها أنا سامعك. أنا حضرت كثير جدا من الندوات والمؤتمرات عن الحري والآثار النفسية والعودة الطبيعية. كنت متخيل نفسي خبير في المجال ده، لكن للأسف الشديد اكتشفت إني ما فاهم نقطة الباء في كلمة حرب. أما كلمة عودة دي فدعوة محتاجة لبينة. الخلاصة شنو؟ بدل ما نقعد نسوي صفحة الجرايد بالحبر، نلعب نفس الدور اللي بيلعبوا الأبطال ليل. بمعنى؟ نعيش التجربة عشان نعرف أبعادها الحقيقية. انت ابو نيسان خريف، سنة ابو نيسان وزع النفس سويك ابو نيسان بكمون سيد يا موسى مرمر سيد بينا ابو ني سيد يا موسى الصحافة ابو ني ستوقك ابو ني سيدة كمون سلو ورنيس ستوقك ابو ني سيدة كمون سلو ورنيس تسوي نفسك لي موسى نشمار شو ليه جوا؟ الفطور جاهز معلق فوق. امي تمشي وين؟ أنا راجع عليه باب الفتاح البلا مفتاح. ما تتأخر يا أمي. كان اتأخرت؟ حوا قاعدة. لكن نحن بنخاف. ما تخافوا يا حوا، لا تخلوا الخوف يقرب منكم، الخوف خواف. أها، وضحتك ولا الله، لا الله خليتكم، وضحتك ولا الله يا أولادي، وضحتك ولا الله، وضحتك ولا الله. بابو ياي زندك ياي، 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 بابو ياي زندكي. نهي.
بتاخدي؟ ما عندي بطاقة. إثبات هوية؟ هويتي مالها؟ ما ثابتة. ما عندك إثبات هوية؟ تفضلي معانا. حاضر حاضر حاضر. تروح تروح.